صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 67 سنة 2023 بنقل مدير في وزارة الداخلية، وذلك بناء على عرض وزير الداخلية جاء فيه تنقل السيدة خلود عبد الله خليفة حمادة مدير إدارة الموارد البشرية والمالية في المنسقية العامة للمحافظات في وزارة الداخلية لتكون مديرا لإدارة شؤون الموظفين المدنيين بذات الجهة للوزارة.